1 2 1 2 kick it. أنا قررت أغني شعبي وانا هشتغل رقاص. يعني مليون شاب استاذ. دي فقرة ايه دي بقى يا ترى؟ اللي ده وبنات مصر الجديدة والمعادي والقلعة والمهندسين يا ابني. لا المهندسين كان تبع واحد صاحبي. انو عايزني اصدق انه مسافر اسبوع بالشنطة دي؟ تعرفيش انت الشنطة دي بتشيل ايه ولا ايه؟ بعدين ريحة البيت عندي كتير كتير بشعة. انت بتطبخي بزيت ولا بشو؟ انت بتطبخي بايه؟ صابون سايل؟ نور يا ابو الكبالن. اسقط البنطلون. وايه دي؟ طبي سيدي منتهى القسوة، منتهى الالتهاب، منتهى الاحتقان. ايه ما كنتش معاكم منتهى اللوز؟ اسد تقولي 10 اسود مع بعض. عمر انت بتتلكك عشان نطلق؟ اتطلقنا بس احنا فضلنا صحاب. لو انت فاكر انك لما هتسيبها هتنساها وتعيش حياه الحريه تبقى كده. الدنيا دي بنت لذينة عماله بتخبط فينا، وفي ايه هنعمله بايدينا؟ طب نعمل ايه؟ انسان حلمت بكره معاه ورتبت نفسك كده وياه، وفي لحظه بقى مش من حقك تسأل عليه. الدنيا دي بنت لذينة عمالة بتخبط فينا، وفي ايه هنعمل بايدينا؟ طب نعمل ايه؟ انسان حلمت بكره معاه ورتبت نفسك كده وياه، وفي لحظة بقى مش من حقك تسأل عليه. بانجو واهو بعمل واخد وضع البوس على طول. يا عمر كتير كتير عم بيتعب. معلش اكل عيش وبقى. النسوان دي كلها تكونش سلمى لو يتواجد معايا النهارده؟ يعني سلمى ممكن تبوس حد غيري وتحضن حد غيري مع غيري؟ لا لا والف لا. اتفضل يا باشا. بقول لسلمى قول للست هانم عمر قلع الدبله والبسها تاني بسرعه. برضه هتخرج تتصرمح ما ترجعليش الا وش الفجر، وبعدين ترجع تنام لحد الظهر، وبعدين تصحى تدخل الحمام تقعد لك ساعتين، وبعدين تخرج منه تقعد تزعق وتعيش لي بدور سايل. اجي اتكلم معاك تقفش عليا وتقول لي دي عيشه طه، وبعد شويه تيجي تصالحني وتقول معلش يا بيبي ده الشتاء. والله العظيم يا عمر ما عندك ريحة الدم. مدام